والله عشان اكمل الشكل الجمالي بتاع الموتوسيكل حبيت اركب له جنط 14 سبور، عشان الجنط بتاع الهارلي غالي غالي شويه، فانا جبت الجنط السبور ال 14 ركبته مكانه. والله الناس كانت مستغربة ان هي اول مرة تشوف مثلا موتوسيكل ماشي بكورونا، اول مرة الناس تشوف موتوسيكل ماشي بكورونا، ويعني لما شافوا الموقف الموضوع حبوه، يعني ان في حاجة جديدة اتعملت في السوق. مع حضرتك عمرو التميمي. والله حضرتك انا كان بحب الموتوسيكلات من صغري، وحصل لي موقف على الطريق السريع ان الجنزير بتاع الموتوسيكل فلت، فعمل ستوب للفردة الخلفية، فكنت اعمل حادثة يعني الحمد لله. فمنها من هنا يعني حبيت ان انا اغير الجنزير وركبت مكان الجنزير دي فرانس، فالفكرة معايا من زمان يعني. والله والدي ما كانش موافق في الاول، فبعد كده يعني لما شاف الشكل بعد ما خلصت حب الموضوع، فيعني خد وقت خد وقت مني عشان اول مره اعمل الشغل ده، فباظ مني شغل كتير يعني، بدل الكورونا باظ واحده واتنين، ديفرنس باظ واحد واتنين، ففضلت شغال على الموضوع لغايه اما وصلت يعني المرحله دي. ما فيش سلبيات خالص حصلت في الموضوع، الموضوع كله ايجابي، بس قابلتني بعض المشاكل واتحلت من عند ربنا يعني بفضل الله. يعني الثبات والعزم بتاع الموتوسيكل والصوت والكلام ده كله حليته في شهر 11 اللي فات، فعشان بحكم الشغل ان انا خرطت معادن، خرطت تشكيل معادن عشان الشغل برضو حكم الشغل بتاعي، قعد معايا فتره لان كنت بشتغل فيه شويه وعشان شغل شويه. فبالنسبه للوقت انا مش هعرف احدد وقت يعني معين في التقفيل. الماتور عملته على ايدي، العمره بتاعه الماتور والرش البويه والشكل وكله، طقم الصاج كله تعديل، طقم الصاج والعدادات والفانوس والاشارات وكل حاجه دي تعديل يدوي، والمقص تعديل يدوي، كل حاجه في الموتوسيكل هاند ميد يدوي. والله الناس كانت مستغربه ان هي اول مره تشوف مثلا موتوسيكل ماشي بكورونا، اول مره الناس تشوف موتوسيكل ماشي بكورونا، ويعني لما شافوا الموقف الموضوع حبوه، يعني ان في حاجه جديده اتعملت في السوق. والله عشان اكمل الشكل الجمالي بتاع الموتوسيكل حبيت اركب له جنط 14 سبور، عشان الجنط بتاع الهارلي غالي غالي شويه، فانا جبت الجنط السبور ال 14 ركبته مكانه. لا اعمل له عادي بالجنط العادي او الجنط اللي يحبه، بالجنط اللي يحبه ركبه له. ده الجنط انا مستحب في الجنط اللي هو السبور، مع الطريق حلو معايا مش وحش. والله كله على حسب الشغل اللي انت محتاجه، يعني انت لو عايز شغل زي بتاعي كله بتمنه والوقت المحدد، يعني ممكن ياخد له شهر شغل، استلمه بعد شهر شغل، لانه باخد وقت. قال لك ايه، اطلع لك اي حاجه انت عايزها، اي حاجه باذن الله. الامكانيات اللي انا اعرف اركبها دلوقتي ان انا ممكن مثلا اجيب اعدل مثلا طقم صاج، طقم الصاج بتاع الموتوسيكل كتانك وفيبر والكلام ده كله، اعدله على الموتوسيكل يكون بتاع حاجه تانية مثلا، بس هيبقى مديني شكل حلو للموتوسيكل اللي هو جاي يتعدل. لا هو بالنسبه للغاز ففي خطوره، انا ما اقدرش اشيل مسؤوليه ان انا اشغل موتوسيكل على غاز، هو يشتغل بس انا ما اشغلوش على غاز، هو اللي يجي عايز يشغله على غاز يستحمل مسؤوليه. ما تحملش مسؤوليه الغاز لانه معرض للشمس 24 ساعه، مش زي العربيه الخزان بتاع الغاز بتاعها محطوط في حته معينه. لا هو مش اختراعات، هي ابتكارات وصنع حاجات موجوده، يعني صنع حاجات المفروض ان هي بتيجي من بره فبتصنع محلي، فاحنا محتاجين ان احنا ندعم الصناعه الوطنيه في البلد، نصنع كل الحاجه بتاعتنا اللي احنا بنركبها وبنمشي بها، اخواتنا واولاد عمنا وقرايبنا والشعب وكل ده يركب حاجة متصنعة في مصر بأيادي مصرية وبمواصفات قياسية عالمية مصرية.
والله انا محتاج ان انا اطور نفسي، بس الامكانيات كل ده يرجع للامكانيات، لان انا عشان اشتغل مثلا انشئ موتوسيكل من الصفر ده بيحتاج شركة كبيرة ومش شركة صغيرة، محتاج شركة كبيرة.